بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد. وهذا الفيديو راح نكمل شرح مادة المعمارية. تحديدا بهذا الدرس راح ناخذ مثال شامل على اللي حكيناه بالدروس الماضية كلها، لكن بدي اياكم تركزوا معي منيح. المثال هذا صراحة جدا مهم، كثير مهم هذا المثال، وفكرته مختلفة شوي، فضروري تكونوا دارسين على الأقل الدرس الماضي تاع العمليات التي تحدث على الرام الرايت والريد قبل ما تيجوا على هذا الدرس. ضروري تكونوا دارسين الدرس الماضي اللي هي العمليات التي تحدث على الرام قبل ما تيجوا على هذا الدرس، تمام؟ لأنه بيعتمدوا على بعض. كبداية أنا بحكي لي لديك مجموعة من المعلومات. إيش هي المعلومات؟ حكي لي أنت عندك الـ AR 65 هكسا. إحنا ولا عمرنا بحياتنا أخذنا قيمة بالهكسا، كنا دائما نيجي نحكي الـ AR قيمته مثلا 65 لحال أو 64 أو 200 إلى آخره. فهون حكي لي الـ AR قيمتها 65 هكسا. الـ AR اللي هي الأدرس ريجستر، صح ولا لا؟ الأدرس الـ AR حكينا اللي هي الأدرس ريجستر قيمته 65 هكسا. أنا لما أجي أحكي 65 هكسا بدي إياك تركز معي. 65 هكسا أي رقم بهالدنيا، أي رقم بهالدنيا بعطيك إياه بالهكسا، اي رقم بهالدنيا بعطيك اياه بالهكسا، وبحكي لك اعطيني حجمه، اعطيني السايز تاع الاي ار. ساعتها بتفصل كل رقم لاربعه بت، يعني انا عند الخمسه بتاخذ اربعه بت والسته بتاخذ اربعه بت. مره ثانيه بعيد، اي رقم بهالدنيا بعطيك اياه بالهكسا وبطلب منك الحجم تاعه، اي رقم بهالدنيا بعطيك اياه بالهكسا وبطلب منك الحجم السايز تاعه. ساعتها كل رقم، كل خانه يعني بتفصله لايش؟ بتفصله لاربعه بت. كل خانة كل رقم تفصلها لأربعة بت. فأنا عندي هنا كم رقم؟ عندي رقمين، الخمسة والستة، 65 هدول فصلت الخمسة لأربعة بت والستة لأربعة بت. فلو سألتك سؤال وحكيت لك قديش هسه صار حجم الـ AR، فبتحكي لي حجم الـ AR صار خمسة، صار حجم الـ AR 8 بت، تمام؟ عندي مجموعة من المعلومات راح نفسرها بالتفصيل، لكن كبداية أول مطلوب بيجي بحكي لي أعطيني سايز الـ AR. قديش سايز الـ AR؟ الـ AR معطيني 65 هكسا. الـ 65 هكسا حكينا كل رقم بفصله لأربعة بت إذا كان بالهكسا. فأنا عندي هنا الخمسة بفصل لأربعة بت والستة بفصل لأربعة بت، فأربعة وأربعة 8، فصار الحجم تاعه قديش؟ 8 بت، تمام؟ الملاحظة هي جدا مهمة، كل رقم إذا كان معطيني إياه بالهكسا، إذا كان معطيني إياه بالهكسا كل رقم بفصله لقديش؟ بفصله لأربعة بت في حال كان بالهكسا، بس إذا كان حال بالهكسا بفصل كل رقم لأربعة بت. فأنا عندي الخمسة وستين، الخمسة فصلتها لأربعة بت والثمانية لأربعة بت، جمعتهم مع بعض وطلع الحجم السايز قديش؟ 8 بت. السايز اوف الادرس بت اللي هو قديش كمان؟ 8 بت. بسألك سؤال، كيف عرفت؟ فبتحكي لي لأنه الادرس بس يساوي الادرس ريجستر، الادرس ريجستر هو نفسه الادرس بس اللي هو نفسه قديش؟ 8 بت. إذا جيت حكيت لك قديش السايز للميموري، فبتحكي لي 2 قوة 8. بسألك كيف عرفت؟ فبتحكي لي لأنه السايز، حجم الميموري، حجم الذاكرة هو عبارة عن 2 قوة ايش؟ قوة الادرس بس. كيف عرفنا؟ لأنه size of memory هي عبارة عن 2 قوة الادرس بس، يعني 2 قوة الادرس بس قديش؟ الادرس بس 8، يعني 2 قوة 8. size of DR، DR اللي هي data register، الداتا register معطيني معلومات عنه، معطيني هيو حاكي لي الداتا register اللي هو DR قيمته 1478 هكسا، هيك معطيني 1478 هكسا. حكينا لأنه هو بالهكسا وطلب مني السايز، ساعتها كل رقم كل خانة بفصله لأربعة بت. فأنا عندي الثمانية أربعة بت والسبعة أربعة بت والأربعة أربعة بت والواحد أربعة بت، فصار أربعة وأربعة وأربعة وأربعة، يعني قديش؟ يعني 16 بت. قديش سايز الدي بي اللي هي داتا بس؟ كمان 16 بت. كيف عرفت؟ لأنه الداتا ريجستر يساوي الداتا بس يساوي الوورد، فالوورد كمان 16 بت. ام ال 65، ايش هي ام ال 65؟ بروح على ام ال 65، هيا هيا ام ال 65، هاي شايفينها، هيا ام ال 65. ام ال 65 جاييها سهم من الريجستر الاولاني، هيا جاييها سهم من وين؟ من الريجستر الاولاني. شو معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام ايش معناه؟ هاي العملية كبداية، لو سألتك عملية ريد ولا رايت فبتحكي لي رايت. ليش رايت؟ لأنه من الريجستر لعند وين؟ من الريجستر للميموري. عملية من الريجستر للميموري يعني خد المعلومة، خد المعلومة من الريجستر R1 وضعها في الميموري، وضعها في الميموري. وهون الرايت بتكون قيمتها واحد،
والريد قديش بتكون قيمتها؟ بتكون قيمتها صفر. طيب هسا كل المعلومات والبيانات والمخزنه داخل الريجستر ار 1 راح تروح لعند الميموري. وين البيانات والمعلومات المخزنه داخل الريجستر ار 1؟ هيها حكي لي ار 1 فيها هذول المعلومات. هسه هاي المعلومات راح تروح للميموري للذاكره. فالمعلومات هاي راح تروح حكينا للميموري للذاكره. فهو سالك سؤال، الميموري هاي ام ال 65 قديش فيها؟ فبتحكي لي انه فيها المعلومات تاعت الار 1، والمعلومات تاعت الار 1 وين هايها؟ فبتحكي لي فيها 1457 بالكسر. هو طلب بس شو المعلومات، ما طلب لي قديش حجم، لا حكى لي قديش المعلومات اللي فيها. الار 2 وين الار 2؟ الار 2 هيها العمليه تاعتها، الار 2 بتصير عليها عملية ريد. ليش عملية ريد؟ لأنه من الميموري للريجستر، فخذ المعلومة التي توجد في الذاكرة وانقلها إلى الريجستر. خذ المعلومة التي توجد في الام 12 وانقلها لوين؟ للريجستر ار 2. وين المعلومات التي توجد في الام 12؟ هيها ام 12 حكي لي فيها 1245 هكسا. فال 1245 هكسا راح يجوا وين؟ راح يصيروا عند الار 2. فاجى سألني هون الار 2 قديش فيها؟ فبحجي بحكي له فيها 1245 هكسا. لهون بنكون وصلنا لهذا الدرس، بتمنى تكونوا استفدتوا ويعطيكم ألف عافية.